شاركك معنا؟ المقسمين لسه احنا في اعداد قريب جدا عشان اختيار المقسمين طبعا. مخرج العمل هو الاستاذ احمد نادر جلال. قصه بينجي علاء السيناريو والحوار والمعالجه الدراميه الاستاذ عمرو سمير عاطف. نعمه كبيره قوي جايز كمان الشخصيه اللي بلعبها السنه دي جايز محتاجه مهارات خاصه يعني جايز محتاجه تدريب غير حتى التمثيل يعني. السينما ان شاء الله مش بعيد ولا حاجه لان انا عندي ان شاء الله مشروع قريب طلبت من الصناع بس ان انا اخد اجازه منه شويه عشان ما اشتتش نفسي اركز على التنفيذ دلوقتي ووعدتهم ان شاء الله يعني